لك ايه في رجوع الجهاز الفني لنادي الزمالك؟ ايه ده، انت خدتني في حته تانية خالص. ما انا انت متعود تيجي معايا يا كابتن، عمرك ما قلت لي احنا رايحين ولا فين؟ هقول لك حاجه ارد عليك طبعا، بس انا عمرك ما سالتني احنا رايحين فين؟ لا انا متاكد كنت متاكد 1000000% ان الجهاز هيرجع، لان مش في التوقيت ده بالذات ان احنا نعمل مشكله زي دي. اذا كان في اي تدخل او مش تدخل او حاجه، وممكن يكون تدخل للمصلحه، انت ارتضيت من البدايه ان ممكن يكون في تدخل ووافقت على الموضع ده قبل كده، فما ينفعش ان انت تقول في اخر مباراتين لا انا مش عايز حد يتدخل معايا. لا ده مش صح. عايز تقول انهي الموسم وبعدين قول يا جماعه انا الوضع بتاعي انا مش عاوز حد، لو انتوا عايزيني الفتره اللي جايه انا ما بحبش حد يتدخل في شغلي. تمام. فانا كنت متوقع 100% ان اصل دول برضه هنرجع بقى اللي هي الكلام الاساسي ان دول ولاد نادي الزمالك، فمش هيسيبوا النادي في التوقيت زي ده ويبعدوا عن النادي. ما بأيد كلامك 1000000%، وبزيد على حته بعض المواقع كاتبه على كابتن محمد حلمي، الراجل ده شخصيه محترمه جدا وشخصيه الحقيقه يعني اخلاقيات عاليه جدا، وسواء هو مدير فني نادي الزمالك سواء بره، ولكن احنا اتكلمنا كتير في القصه دي، وانا بعترض على اي مدير فني من نادي الزمالك يطلع وبعد كده ينتقد النادي. في بروتوكول معين انت بتيجي تدرب عليه، في سيستم معين المستشار مرتضى منصور هو بيتبعه، مش هتقدر تقعد مده طويله، طول ما انت بتكسب هتبقى موجود، لا في تعادل في خساره في اي حاجه هيبقى في تغيير، كل الناس بتيجي على كده، فالناس لما تمشي لازم تمشي برضه في منتهى الهدوء. كابتن محمد حلمي حتى ساعه الاعتراض الراجل صمت تماما وقفل موبايله، وبعد كده قعد والامور مشيت وصرح تصريح قال اللي بيننا وبين بعض محدش ليه دعوه بيه، واعظم واحسن تصريح قاله مدير فني لنادي الزمالك، لان كل واحد في الاستوديو ولا كل واحد اعلامي ولا كل واحد على موقع هيقعد يهري ويقول لا اصل صح ما يصحش. قال في لفظ انا عايز اجيبه، قال ايه؟ شريعه المتعاقدين الايه؟ العقد. العقد شريعه المتعاقدين. لا هو ممكن كلام العقد ممكن يكون بيني وبينك كلمه. هو لا 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 مش قصدي. العقد شريعه المتعاقدين يعني ايه؟ انا داخل على سيستم معين. لازم احترمه واتقبله وانا ماشي ابقى عارف ان انا كنت داخل على السيستم. ما هو ده اللي انا اقصده يعني. عشان كده انا الراجل عجبني جدا كابتن محمد صلاح الحقيقه في تصريحه، الناس شافت ان هو في عز ما مش منصور كان بيهاجم، قال له انا بحبك انا معاك في اي حاجه. هو برضه وجهه نظر، هو الراجل وجهه نظر محترمه على كده. الراجل كابتن محمد صلاح وكابتن اسماعيل شغالين على كده، يبقى مدرب عام يبقى مدير كوره يبقى اللي يبقى خلاص. هو في الاول وفي الاخر احنا بندور في دايره اللي هي نادي الزمالك، هو الاول والاخر هو الكيان ده، مجموعه ناس موجودين دلوقتي كمدربين او اداريين موجودين او مجلس اداره، كله بيسعى ان هو في هدف دلوقتي معين. عاجبني يعني انت خسرت في جوله. لا كابتن في عندك لا ما هو لا لازم يا كابتن برضه. مش قصدي يا كابتن اشرف كده، انا قصدي يا كابتن وانت داخل باب بتقول تصريحات عايزك تفتكرها وانت خارج من الباب. ما جميل، ما هو انت لازم تتعايش. محدش بيفتكرها، الناس دي ابتدت تفتكرها. انت تعيش مع الموقف اللي انت ما تحاولش ان انت تغير من فكرك في وقت انت لازم تكون ترجع للاولانيه زي ما انت بتقول. أيوة لازم كابتن. ترجع للاول قبل ما تاخد قرار ان انت تقول او ترد. لا فكر انت قلت ايه الاول عشان ترجع ترد صح. كان في